أنا مش هتكلم كتير، لكن هقول كلمتين بساط جدا على نقابة المحامين وعلى المحامين المتقدمين أو اللي يحلفوا اليمين النهاردة. أنا عايزك هتلتحق بمكتب محامي، لابد إن كل محامي أو محامية بيلتحق بمكتب المحامي. عايزك لما تلتحق بمكتب المحامي تحس إن المكتب ده مكتبك أنت شخصيا. لو أحسست انك انت بتأدي عمل في المكتب مش هتبقى محامي كويس. لكن لو انت حسيت اللي انت بتعمله ده واللي انت بتقوم بيه ده مكتبك، هتتعلم كويس جدا، لانك اصلا هتختار محامي كويس عشان تتدرب عنده وتشتغل معاه. انا عايز اقول لكم ان مهنة المحاماة مهنة عريقة، فيش حد احسن في مصر كلها من المحامين. مهنة الزعماء كلها مهنة الزعماء، وكانت زمان كانوا يسموها كلية الوزراء. أنا بقول لكم بإذن الله هيكون منكم اللي قاعد في المقعد ده بالظبط عضو مجلس نقابة، هيكون منكم نقيب، هيكون منكم من المحامين المشهورين بإذن الله. عايزكم تهتموا بالمكتب اللي أنت تختاره، تختار مكتب كويس. عايزك تهتم بالمادة العلمية اللي انت بتاخدها. لما تيجي تروح نوتة للمحامي، انا لا، لما تيجي يبعتك المحامي نوتة ويقولك اعمل كذا، لازم تقرأ القضية، تعرف انت واقف عشان تبقى واقف على ارض صلبة. انا بفتخر بيكم كلكم، وبقول لكم القادم احسن باذن الله، وبدعوكم للاشتراك في الاكاديمية العسكرية العليا. في دلوقتي حاليا في ندوة ليها، في دورة متخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي. دي بتعلمك حاجات في السياسة إذا كنت في حزب ولا غيره. وعندنا اتحاد المحامين العرب، تستطيع أنك أنت تشترك في اتحاد المحامين العرب بمجرد حصولك على كارنيه نقابة المحامين. أهلا بكم في نقابتكم، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.